حلقة جديدة ونهار جديد من لاس دوت. اليوم الحلقة لها علاقة بالشعب اللبناني. نحن شعب منعصب من عجقات السير، من الكهرباء، من المي، من الموتور، من كل شيء. نحن منعصب، هل يا ترى بس نعصب منكسر؟ الحقوني وخلوني اشوف رأي العالم. لاتس دوت. بونجور مدام، انت بالاجمال حدا عصبي ولا لا؟ ايه عصبي. عصبي يعني بس تعصبي شو بتعمل؟ كسر؟ لا 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 لا. مسالمة يعني، ما في تكسير بدك. مرحبا عم، انت بالاجمال حدا عصبي؟ في حدا منه شو بيعصب؟ خصوصي هون بلبنان. طب ليك بس تعصب شو بتعمل؟ شو بدي اعمل؟ بمشي. تمشي؟ يعني ولا ممكن تكسر مثلا؟ مرحبا، كيفك؟ انت هيك عصب كتير ولا لا؟ لا. لا؟ ولا شوي؟ هيك كسر طاولة، تلفزيون؟ لا هيك ما بتعصب. نو كسر؟ هيئة كلهم بيعصبوا بس ما بيكسروا. الحقوني تشوف مين بيعصب ومين بيكسر. بس تعصب شو بتعمل؟ ما رح اقول لك. لا بدك تقليلي، بدي اعرف. يعني بتكسري؟ ممكن. لا ما بكسر. لا ما بكسر. يعني اذا مثلا جاره بالهيدا ممكن تشوف غساله طايره من الشافه؟ لا لا اكيد لا، مش لهالدرجه. لا هيكو بمين التقينا؟ بالممثله القديره جمانة. مدام جمانة، بدي اسالك سؤال. انت كلبنانيه بس تعصب شو بتعملي؟ باخذ لكزوتانيل. لكزوتانيل؟ ما بتكسري؟ لا ابدا. بدك اكشن؟ ايه. روح عند فؤاد شرف الدين. بكسر؟ هو اللي بكسر. بعتتنا لعندك ست جمانة، قلت لها ازبالا بس الواحد يعصب شو بيعمل؟ قلت لها انا باخذ لكزوتانيل. انا بالنسبه لي بالوقت الحالي عم عصب وما عم كسر. اوكي. عم لوم وراح ضل لوم الى ان يتغير الوضع الى احسن. طيب. بفضل اني ما كسر وفش خلقي بشي تاني. صراحه كله عم بيعصب حكي بحكي، بدي حدا بس يعصب يكسر. خلوني اشوف اذا ممكن بعد لاقي حدا يكسر معي. حقوني. بونجور. كيف؟ شو عامله؟ ما بيعصب. دقيقتين يلا قولي له هلا بنرجع بنحكي بندق له. طب شو عامل؟ ماشي هلا فعلا من الشغل. انت بالاجمال حدا عصبي؟ ليك انا اوقات بجرب انه ما اكون عصبيه بس انه يعني بس تعصب شو ممكن تعمل؟ ما بعرف، بحس بدي فش خلقي بشي طريقه. ممكن تكسري؟ انه ايه اكيد. بتكسري؟ شو بتكسري؟ يعني ما بعرف شيء هيك ازاز. اذا قلت لك هلا مشيت اروح انا وياكي على سماشت ونكسر الارض بتروحي؟ هلا هلا؟ هلا هلا بعد هي بدها ماكسيموم من فش خلقنا شي نص ساعه وبتفلي. ناطره حدا؟ في يجي معنا اذا بدي. لا اوكي. اوكي سو دموزيل قبلت، انا وياها رح نكسر الارض. بدنا نقول انا وياك ليتس دو ات. هلا انا وميسا وصلنا على سماشت. جور ولا كيفه؟ منيح صراحه. التقيت بميسا على الطريق. ميسا حدا كثير عصبي وبدها تكسر الدنيا. قلت لها ما قلنا غير هيدا المحل. هيدي اول صوره بلشت تعصبنا. سو بلشنا نطلع بفكره how to entertain people ونعلمهم نعمل ريسايكلينج. سو حولنا هذا الكونسبت من ريسايكلينج بلانك تا الثيرابي. كل شيء ممكن يعصبك بهذا البلد نحن قدرنا نترجمه. بدل ما تفشي خلقك برا فيك تفوتي تفشي خلقك هون. هلا نحن ما جايين نعمل ثيرابي هون صراحه. بدنا نكسر ونفشي خلقك. بدك تكسري وتفشي خلقك. ليتس دو ات. ده حلو ميسا. هلا بنبضع من هون ونعمل شوبينج ومنفوت منكسر. مش نقي انا شو بدي. كله هيدا للتفحيش. ميسا before we put you in the room and get your anger out of you بدنا نقطعك من هون. هون السيفتي من لبسك اوفرول، من لبسك على عيونك، من لبسك مثل كمامة ما تتنشأ الى ازاز. The boots بوزن وكعبن حديد. So the boots are a weapon for you. فيك تشوتي فيهم. فتنا لهون، بلش الجد ورح يبلش التكسير. So let's do it and let's smash. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We'll be right back.
How was it, جوا? How was the experience? كتير قوية وأدرينالين وفشت خرق وعن جد experience بالحق. يعني صراحة it was a great experience بس ما كسرت كل شيء إلا عواميد الذوق ما قدرت نزلهم. يا زلمة. هلا كل شيء كسرتوه أنتوا جوا صارت easier for us تعملوا recycling هون. كوبر بيتجمع لحاله الحديد البلاستيك الكلاس كله بيرجع بيتجمع ونجرب نعمل إعادة تأهيل. Hopefully one day بصير عندنا recycling plant وبتكون بس ثيرابي هون مش ريسايكلينج. بدي اقول لك ثانك يو سو ماتش، ات واز ا جريت اكسبيرينس. كلكم بدي اقول لكم كم اند دو ات اند ليتس سماش ات.